ورجعنا لكم مرة تانية. وواحد من الطيور المهاجرة، هو شاب مصري اتعلم هنا وشاف ان هو ممكن يحقق حلمه وطموح بشكل مختلف، ففكر انه يطلع للولايات المتحدة الامريكية وتحديدا نيويورك. هو خلص هنا بكالوريوس طب وبعدين راح نيويورك. عمل ايه بقى وحقق ايه خلال او لاكتر من 15 سنة؟ حقق حاجات كتير، وعشان كده هو معانا النهاردة، وعشان كده هو هيحكي لنا عمل ايه بسرعة كده في خلال السنين الكتيرة اللي فاتت دي، وهو دلوقتي في مصر عشان هيعمل ايه وعايز يعمل ايه لمصر بعد ثورة 25 يناير و30 يونيو. خلوني ارحب بدكتور مايكل مورجان. اهلا بيك يا دكتور، ومنور مصر زي ما بيقول. اهلا يا سحر، ميرسي، مصر منوره بيكو وباهلها ودايما هتفضل منوره. انت زي ما بيقولوا بقى دلوقتي امريكاني من اصل مصري، يعني انت تحمل الجنسيه الامريكيه. مظبوط. وانت مقيم في الولايات المتحده الامريكيه او تحديدا في نيويورك من اكتر من 15 سنه. تمام. حققت فيهم حاجات كتير، وصلت فيهم لنجاحات كبيره جدا انا شفتها بنفسي الحقيقه برضه عشان الناس تبقى عارفه. واصبح ليك شان مرموق في وخصوصا في نيويورك. يعني يا جماعه نيويورك دي عشان تنجح فيها كمان، يعني مش اي ولايه من الولايات الامريكيه، ده لازم يكون عندك حاجه مهمه جدا عشان تنجح وتحقق شيء مهم ويكون مختلف عن كل الناس اللي موجوده هناك. احكي لنا بقى بسرعه كده، المسيره كانت كلها طبعا كانت شغل وجهد، لكن انت حققت اللي انت عايزه. طبعا. هو انا الحقيقه يعني اولا بشكرك باستضافتك ليا في البرنامج، بشكر قناه القاهره والناس طبعا. واحب اقول ان دايما اللي خلاني انجح او يعني الحاجات اللي ساعدتني ان انا اوصل للوضع اللي احنا فيه دلوقتي في نيويورك الحمد لله، ان كان في دايما هدف، فكان لازم نبقى واصلين على الهدف. كنت دايما قدامي ان انا عايز استغل قدراتي ومعرفتي وعلاقاتي بالناس وجهدي في الشغل انه يوصلني لحاجه اقدر افتخر بيها. فسافرت، انا كنت في جامعه القاهره قسم علاج طبيعي، خدت بكالوريوس علاج طبيعي، عملت الامتياز نص امتيازي هنا، وكان الحقيقه الجامعه سمحت لي ان انا اكمل نص امتياز في امريكا، فدورت على مستشفى وكنت شغال في المستشفى ديت بلا مقابل. اتعلمت حاجات كتير، كنت فاكر نفسي بتكلم انجليزي طبعا، فهمت ان انا ما بعرفش اتكلم انجليزي لما رحت هناك. الحياه كانت بالنسبه لي صعبه جدا. اول يوم صحابي كانوا مشغولين في امتحان، فانا اصريت ان انا اسافر واروح بنفسي وادور على الاماكن واوصل لهم لحد عندهم. بعد ما لقيت الشغل دوت في المستشفى، انا طبعا يعني بقول باختصار عشان الوقت، قررت ان انا اقعد هناك واستقر يعني في امريكا. فكنت شغال في مطعم قريب تو بلوكس، شارعين من عيادتي دلوقتي. يعني انا دايما فخور جدا ان انا اقول ديت كانت بدايتي. كنت بشتغل ب 4 دولار في الساعه، 6 ساعات في اليوم، بشتغل في المستشفى 8 ساعات في اليوم، ولازم بين الحاجات ديت اقعد اذاكر عشان الامتحان. قضيت 7 شهور كانوا صعبين جدا، بس كنت دايما كنت مبسوط لان انا شايف ان في حلم بيتحقق، في ورقه بتطلع باسمي، بقدم على امتحان وبتقبل ان انا اخد الامتحان. بعد ما خلصت امتحان وبقيت معايا ترخيص مزاولة المهنة في نيويورك، كان لازم ادور على طريقة قانونية يعني ان انا اقعد في البلد، فلقيت عيادة عملت لي فيزا عمل. اشتغلت هناك لمدة سنة وحسيت ان انا معلوماتي مش قوية للدرجة اللي انا عايز استغلها يعني. فقدمت على جامعة نيويورك يونيفرسيتي، جامعة كبيرة جدا في نيويورك، وقدمت على برنامج دكتوراه كلينيكال يعني اكلينيكية. كنت شغال برضه وبروح الكليه لمده 3 سنين، 40 ساعه شغل و40 ساعه كليه ففي الاسبوع. فطبعا كان مجهود خرافي، لكن كنت دايما ببقى فرحان ومبسوط لان انا شايف ان انا عايز استغل قدراتي في حاجه زي كده. طبعا كان في حاجات صعبه يعني يمكن اهلي ما يعرفوهاش، بس يعني ممكن يسمعوا دلوقتي اول مره ان في ليله مثلا بيتها في الشارع، كانش عندي مكان ابيت فيه. اوقات كتير ما كانش بيبقى معايا فلوس كفايه ان انا اقدر اجيب حاجات انا كنت محتاجها
كنت ممكن ارفع السماعه واتصل باهلي واقول لهم يبعتوا لي فلوس، بس كنت برفض يعني. كنت بقول النجاح مش سهل. كنت لازم اقول لا انا مش هتكلم، ولازم يعني ادوس على نفسي واصرف على قد اللي موجود عشان ابقى مبسوط. فتحت عياده، ابتديت اساعد صحابي. ما كانش قصدي ان انا اعمل ستافنج بيزنس، بس اللي حصل ان صحابي يكلموني من الكويت ومن استراليا المصريين وعايزين يجوا امريكا، فكنت اساعدهم في الابلكيشنز، وكنت عارف الحاجات دي. لقيت واحد ورا التاني، ابتدى واحد هندي يكلمني، ابتدى واحد فلبيني يكلمني، فقلت ايه ده، طب ما انا اعمل شركه توظيف. وابتديتها بدكتور واحد اللي هو كنت انا كنت اروح للمستشفيات والنيرسنج هومز اشتغل فيهم، ودلوقتي عندنا اكثر من 250 واحد يعني. المجهود كان خرافي، بس دايما كان في فرح ان انا شغال. ودايما اقول حتى كان بيبقى في مصاعب في الطرق في الدنيا يعني حصلت مشاكل كتير باسباب مختلفه، تقصير مني او ساعات اهمال او ساعات بيبقى شكوى من حد تاني او ضغينه من حد يعني، لكن دايما كنت لما تحصل مشكله اقف واشوف الجزء الايجابي عندي واقعد اركز عليه واكبره لحد ما تجيلي ثقه كفايه ان انا اقدر اتاكل المشكله ديت يعني، وانهيها يعني، اواجهها وجها لوجه. فالحمد لله يعني عندنا كذا عياده في نيويورك، عندنا دكاتره كتير شغالين معانا، بجيب دكاتره مصريين وبشغلهم هناك وبعمل لهم فيزا عمل وجرين كارد، بجيب هنود فلبينيين استراليين انجليز يعني ناس كتير يعني اللي انا عايزه اقوله ان النجاح ده مش مستحيل، ولكن النجاح مرادف ليه دايما العمل والجهد. ما حدش يفتكر ان هو هينجح عشان قاعد بيدعي او عشان عنده واسطه أو, او 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 انت كنت بطولك زي ما بيقولوا، وكان عندك اراده وكان عندك حلم اشتغلت عليه، واشتغلت عليه كتير مش بس وبذلت مجهود وما نمتش واشتغلت جنب دراستك وحققت اللي انت كنت بتحلم بيه، واللي هو ان شاء الله مكمل كمان. وانت بتعمل طبعا شغل وتوسعه كبيره، انا عارفه لشغلك ولنشاطك هناك في الحمد لله. انا اكشلي من ضمن الحاجات القصص يعني اللي كنت دايما احب اقولها لاصحابي ان انا ما بقدرش اذاكر في قطر او في عربيه ممكن ارجع وكده، فلما كنت شغال في العياده عشان يعملوا لي الورق يعني كان لازم اشتغل 12 ساعه واذاكر عشان امتحن، فكانش عندي وقت من العياده من البيت 4 ساعات رايح جاي، ف 16 ساعه انام 6 ساعات باقي ساعتين اذاكر. فكنت اجي في الويك اند واقعد اسجل الكتاب بصوتي على الووكمان التيب ريكوردر واقعد اسمعه في القطر وانا رايح وانا جاي عشان استغل الوقت. وكان صاحبي دايما جورج يعني انا ربنا يمسيه بالخير، كنت اقول له دايما صحيني وانت رايح الشغل، فكنت بخاف منه يصحى يصحيني وانا تعبان فبنام تاني، فلما اسمع رجله جاي اقوم بسرعه من نفسي بذاكر. فيعني كان مهم جدا الواحد من ضمن النجاح ان الواحد لازم يحيط نفسه بالناس ناجحين وناس محبين وناس مشجعين يعني. وده مهم، عشان كده انت نموذج مهم يعني، عشان كده انت معانا تحكي تجربة مهمة جدا، عشان كل واحد يبقى مقتنع ان هو لما يبتدي ولما يعمل مجهود لازم ان شاء الله هيكون في نتيجة من النتائج اللي هو بيتمناها. احكي لنا بقى، انت دلوقتي موجود في مصر وجاي عشان تعمل شغل في مصر الكام يوم اللي انت موجود فيهم دولت، والشغل ده كمان يعني بيمس المنظومة الطبية في مصر. احكي لنا بقى المشاريع والحاجات اللي انتوا بتفكروا او انت بتفكر تعملها واللي عايز تبتدي بيها نشاط في مصر خلال الفترة اللي جاية. تمام، انا كان من اهدافي الاساسية في زيارتي ان انا ازور جدي وجدتي اللي كبروا يعني، فكان لازم اطمن عليهم واتاكد ان هم كويسين، وازور مامتي وعيلتي واقابل الناس. النقطة الثانية ان مصر جزء لا يتجزأ منك من كاننا كلنا، فيعني ايه طعم النجاح في امريكا ولا في لندن ولا في اي حته تانية في العالم ومفيش نجاح في مصر. فانا قلت، كان موجود سير مجدي يعقوب، دكتور مجدي يعقوب كان موجود عندنا من كام شهر في نيويورك في حفل خيري، كنا بنحاول نجمع فلوس عشان عايز اشتري مكنه معينه لمستشفى اسوان. فقعدت معاه واتكلمت كتير وقلت له ان انا شايف ان يعني جزء من الدكتوراه بتاعتي اللي هي التاهيل بعد العمليات القلب كاردياك ريهابليتيشن. فقلت له ان الكلام دوت مش موجود في مصر، والكلام دوت او موجود بشكل صغير جدا يعني مش بالشكل اللي هو المفروض يبقى موجود بيه يعني، وده طبعا نظرا للامكانيات ونظرا ان في ناس كتير مش بتبص له. الحقيقه ساب اللي في ايديه
وركز معايا 100%، وقال لي قول لي نعمل ايه ونعمله. فالحقيقه انا رتبت معاه السفريه ديت، انا هقابله في اسوان ان شاء الله يوم 26، وطبعا القاهره والناس از فيري ويلكم ان تيجوا تصوروا يعني. هنروح وهنبقى موجودين وهنصور مع دكتور مجدي يعقوب الرمز المصري العظيم الحقيقه ان شاء الله. فاحنا هنعمل له زي مركز تاهيل في المستشفى اسوان، هتبقى تبرع من مجموعه اشخاص، ويعني ان شاء الله هنعمل حاجه كويسه جدا. الحاجه الثانيه ان احنا كنا بنفكر قبل ثوره 25 يناير انا ومجموعه دكاتره هنا من مصر ان احنا نعمل مركز التاهيل يبقى ستيت اوف ارت في الميدل ايست كله، في الشرق الاوسط كله. الناس كتير عمليات ظهر بتتعمل وناس ما بتتحسنش، او الدكاتره بتعمل عمليه كويسه جدا بس التمريض بعدها ما بيبقاش بالصوره الكافيه، العلاج الطبيعي مش بيبقى بالصوره الكافيه، العلاج الوظائفي مش بيبقى بالصوره الكافيه. فانا اكشلي النهارده بعد البرنامج عندي ميعاد مع مجموعه دكاتره هنتكلم على المشروع دوت، هنجيب دكاتره من امريكا تشارك معانا في المشروع. فاحنا اللي انا بحاول اقوله ان في فلوس هتيجي من بره، فدي فلوس داخله لمصر. مشروع هيشتغل جوه مصر، هنجيب عيانين من انحاء الشرق الاوسط كله، لان هو ما فيش زيه الفكره اللي احنا عايزين نعملها مش موجوده في الشرق الاوسط. فهتبقى اللي هو السياحه العلاجيه، الناس بتيجي بتتعالج بتقعد لمده 15 يوم او 21 يوم، ومنها بنحاول بقى هنبارتنر مع ناس في السياحه يفهمونا بقى، يدونا باكجز معينه بعد ما يخفوا ويبقوا كويسين يطلعوا يشوفوا الحاجات في مصر، الاقصر واسوان والهرم والكلام ده كله. كويس قوي. فمنها يعني علاج وسياحه في نفس الوقت. كويس قوي كويس قوي. طيب انا عايزه الناس تعرف، انتوا المصريين اللي مقيمين في الولايات المتحده الامريكيه، ايه اللي انتوا بتعملوه كمان من خلال وجودكم هنا، غير انكم يعني اي نموذج ناجح هو بيبقى سفير مهم جدا لبلده. لما انت النهارده بتسافر وبتنجح وبتبقى انسان ليك قدرك وليك احترامك في المجتمع ده، فحتى لو انت النهارده بتحمل الجنسيه الامريكيه ولكن بيقولوا بيحمل الجنسيه الامريكيه ولكنه مصري، فانت سفير لبلدك. لكن ايه اللي كمان بيعملوه المصريين، وانا اعرف ان هم خلال حتى الفتره اللي فاتت ومن بعد 25 يناير كان حتى الجهد كان كبير وكان مكثف من قبل المصريين، اللي هم الحقيقه بيثبتوا او اثبتوا ان هم لا يقل وطنيه بل بالعكس عن المصريين اللي عايشين في البلد، واللي هم بيعانوا معاناه مباشرة أو بيعانوا معاناة كبيرة. بتعملوا إيه لمصر أو المجتمع المصري أو المصريين اللي عايشين ومعاهم جنسيات أمريكا أو الجنسية الأمريكية، بيعملوا إيه لمصر وهم هناك في المكان بتاعهم؟ هو الحقيقة إجابة السؤال دوت هتتوزع لعدة أجزاء. الجانب السياسي في الأول، أبتدي بالوقت الانتخابات لما كان في انتخابات الرئاسة، ويمكن قبل كده كان استفتاء الدستور. اول مره انا في امريكا دي 15 سنه، اول مره احس ان يعني ما كانش علاقتنا بالسفاره كبيره قوي، ودوت مش عايز اقول ان عيب من السفاره بس يمكن عدم احتياج، يعني ما كناش محتاجين قوي ان احنا نبقى مرتبطين في مصر، كل الامور ماشيه تمام وكل الامور كويسه، بنروح نجدد باسبور نغير بطاقه حاجات زي كده. بس لما المصريين بره حسوا بالخطر، وكلنا لينا اهل جوه مصر، كلنا تكاتفنا، بقينا نروح ننظم الطوابير في الاستفتاء، نحشد الناس بقى بتعاون مع قنوات ومنهم الاساسيه القاهره والناس، كنا بنديكوا دايما اخبار الانتخابات ديت، وبنحاول نقول لكم ان احنا هنبقى متجمعين في ايام معينه قدام اليو ان، قدام الامم المتحده، او قدام السفاره، نعمل ديمونستريشنز او وقفات لمصر. فكان في كده طاقه غير طبيعيه ابتدت تجري بين الناس. خدنا الموضوع دوت من شكل يعني طبيعي عادي كده وغير منظم، ان احنا عملنا حاجه اسمها الاي باك، وعملنا لها مؤتمر، وبقي فيه لوبي مصري امريكي، ده اللي هو رئيسه دكتور ماجد رياض، طبعا رياض رمز المصري الكبير الحقيقه. هو اللي قام بالفكره وهو اللي ابتدى يجهز الورق ودعانا كلنا نبقى اعضاء، وناس كتير اشتركت، ونتمنى ان اكتر كمان يشتركوا. يعني احب ان انا استغل الفرصه ان اقول ان دوت مشروع ناجح جدا لازم كلنا نسبورت. فدلوقتي احنا بقينا على الجانب السياسي عندنا لوبي نقدر نتكلم منه، حصل مشاكل مع مصر نقدر نقدم جوابات، نقدر نرفع قضايا، نقدر نلفت انتباه العالم كله لمصر. على الجانب السياحه التقينا
بمكتب السياحة في نيويورك، وقلنا لهم لازم ننشط الدنيا. فدلوقتي جاري بين الأفراد من الجالية ناس طبيعيين جدا، ما بياخدوش مرتبات وما بياخدوش فلوس ولا ليهم أي مصلحة شخصية، ابتدوا يعملوا بيجز على الفيسبوك ويبتدوا ينقلوا أخبار السياحة. يعني لسه النهاردة قبل ما أجي بصيت لقيت بيكتبوا إن 90% في شرم الشيخ أوكيبنسي، يعني 90% من شرم الشيخ اتملت أوريدي في اليومين اللي فاتوا، ودوت مؤشر طبعا هايل يعني. ففي ناس ابتدت تهتم بحاجه زي كده، ناس ابتدت تهتم على الجانب الديني بالوحده الوطنيه. في رمضان اللي فات حضرنا اكثر من 8 او 9 افطارات رمضان بين مسيحيين ومسلمين، وناس بقينا يعني فعلا نسيج واحد، حسيناها مش كلام ولا مجاملات يعني. دوت على الجانب الوقت الصعب بيجمع بالظبط، بيجمع يعني. حسينا بالخطوره ان كان خلاص يعني مصر على حافه الحمد لله. الحمد لله. على الجانب الاقتصادي دلوقتي احنا بنتجمع مع ناس كتير حابه انها تستثمر في مصر. والحقيقه انا يعني بحب برضه استغل الفرصه ان انا افهم الناس ايه المشكله. المشكله الناس عايزه تستثمر في مصر بس مش عارفه ازاي، ومش عارفه برضه الجارانتيز ايه الضمانات. فانا اللي عايز اقوله دايما، كنت بقوله الكلام ده كنت بقوله من اسبوعين، وبعد من اسبوعين فاتوا انا سكت، ان الناس عايزه تشوف مشروع قائم تقدر تحط فيه فلوس وتبقى عارفه هيجي لها كام او مش هيجي لها كام او البلد هتستغله في قد ايه. فطبعا انا بقول من اسبوعين فاتوا ان مشروع قناه السويس هو دوت المفروض يتعمل. الناس هتتشجع انها تدفع وترجع فلوسها مصر لما تشوف حاجه على ورق، حاجه مترتبه، حاجه ليها بدايه ونهايه، حاجه ليها حسابات. فدوت حاجة مهمة جدا جدا جدا. طبعا طبعا. وكمان انت بتعمل حاجة تانية كمان جميلة الناس بتشوفها هنا في القاهرة، والناس كل يوم سبت الساعة 2 بالليل وهو نبض نيويورك او نبض امريكا، وده بيبقى برضو بينقل كل المطالب وكل الافكار وكل الرؤى، وبيعرف الناس ان المصريين في امريكا وفي نيويورك كمان تحديدا هم مهتمين بالبلد وعايزين يقدموا اي حاجه عشان يساهموا فيها ويدعموا مصر خلال الفتره اللي جايه ان شاء الله، وده برضو حاجه من الحاجات المهمه الحقيقه. ميرسي. هو الحقيقه انا بستغل البرنامج دوت ان انا بجيب شخصيات امريكيه عشان نعرفهم ايه الوضع الحقيقي، وايه اللي انا بسمع حاجات من قنوات مختلفه ثانيه ومش يعني ده صحيح، حاجات كلها غلط، فاحنا بنصلح لهم المعلومات وبنحاول نجيبهم في انا اور سايد على الناحيه بتاعتنا صحيح. يعني يساعدونا صحيح. عموما انت شرفتني النهارده وشرفت مصر، وان شاء الله يبقى في انجازات في هذه الزياره ان شاء الله، وكل المشروعات اللي انت جاي وناوي تعملها من خلال شركائك او من خلال اعمالك ان شاء الله ان هي تكون مثمره ويكون ليها نتائج خلال الفتره اللي جايه. مش هي حاجه اخيره قبل ما نقفل، اللي هو الحقيقه برضو في بنحاول مع مجموعه من دكاتره في نيويورك ومن هنا من دكاتره في مصر ان احنا نعمل يوم ذوي الاحتياجات الخاصه، فدي مشروع هنشتغل عليه يعني ان شاء الله في الفتره الجايه، وتسمعوا عنه ان شاء الله في برنامجك ان شاء الله. ان شاء الله. نورتني وشرفت استوديو القاهره والناس ونبض القاهره. دكتور مايكل مورجان، طبيب مصري او دكتور مصري، الحقيقه مهم فعلا وليه قدره وليه احترامه وليه قيمته في نيويورك، وده مش كلام والله، دي حقيقه. وشرفت كل المصريين، بشكرك ونورتنا. شكرا. اشكرك. انا كمان بشكركم. خلصنا نبض القاهره النهارده، اشوفكم بكره ان شاء الله الساعه 7 وحلقه جديده، وايه اللي حصل على مدار اليوم. بشكركم. كنت معاك صحراء عبد الرحمن.